عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ بص بقى، النهارده ريلاكسيشن، النهارده هيبقى الجو شويه ريلاكسيشن لان انا عايز افصل من كل حاجه بتحصل حواليا، تمام؟ نفصل بقى من الالعاب بتاع الكومبيتيتيف والحاجات دي ومن اي حاجه، والنهارده نلعب حاجه كده تكون تشيل شويه. فانت هات الحاجه اللي انت بتتشيل معاها او بتروق معاها، شاي باللبن بقى، اي حاجه، عارف انت، وعيش حياتك واقعد ريلاكس عشان هنلعب الستوري بتاع باتمان اركام اورجينز، تمام؟ اللعبه دي المفروض ان هي كانت نزلت في اكتوبر 2013، فاحنا اوريدي عاملين حاجتين، في اتنين بلاي ليست، عاملين حاجه فقره ذكريات وعاملين العاب مختلفه، فاللعبه دي المفروض ان هي تمشي في الاثنين سواء كده ولا كده، تمام؟ فريلاكس عشان اللعبه دي الجرافيكس بتاعها ظريف جدا. نعمل هنتس؟ قال لي هنتس، ماشي مفيش مشكله. قول وستارت يا معلم بقى وريلاكس، عارف انت، عيش حياتك. اللعبه من 2013. بص انا مش يعني في السلسله بتاعت باتمان، ايه ده، سلسله الصبح عالي قوي. طيب خلاص ماشي، انا اسف. ايه العنف ده؟ كمل لكم بعد الفاصل. الدخول حماسي قوي، عارف انت، بتاع باتمان. بقول لك مفيش حاجة اسمها باتمان. استنى بقى كابتن جوردن بقى، استنى بقى، خلي بالك بقى. ايه ده الفريد؟ باتمان وابوه ووالدته. بلاك ماسك ده المفروض اللي احنا هندور عليه يعني. في عنف قوي، عارف انت. اوكي يعني انا المفروض ان احنا هنروح، المفروض ان احنا هنروح ندور على اللي هو البلاك ماسك ده. ايه يا عم العنف ده؟ ده فيلم. Looks like Black Mask entered the prison here. I need to find Commissioner Lowe before it's too late. Black Mask كان هنا يا معلم. اوكي 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 اوكي. هيا بينا يا ريس. ماشي، المفروض دلوقتي مهمتنا دلوقتي. ايه ده، مين اللي مريح ده؟ اوكي. ده هما ده السجن ومبهدلينه. مهمتنا ان احنا نروح ندور على الاخر اللي هو بلاك ماسك ده. لا لا مش هو ده، لا مش هو ده. ولا خرب بيتك. البتاع ايه ده؟ البتاع يخرب بيت السينماتيك. لا لا لا، عيب بقى، عيب بقى. اوكي، هو كان اصلا كان في اشاعات تقريبا ان مفيش حاجه اسمها باتمان، فالناس بس مستغربه دلوقتي. ايه ده في باتمان؟ He's here for Commissioner Loeb. Maybe one of his men knows where he's headed. هو اسمه كوميشنر لو؟ اوبا بقى رئيس بقى، خش بقى العنف بقى يا رئيس بقى.
الله عليك. انت لا يخرب بيت. ولا ولا هو ايه العنف ده؟ اوكي اوكي ادم نزلت بالوطاويط دي تعرف ان هم كده ريحوا. بس بقى بس بقى عيب بقى. لا اله الا الله ده الواد البه. انتريجيشن عدت انتريجيشن كافير انتريجيشن. He said it to the execution chamber with Loeb. اوكي هو دلوقتي بيقول له ان هو اصلا بلاك ماسك دوت في المكان اللي هو بتاع غرفة الاعدام تقريبا. دور از لوكت. ماشي اوكي دور از لوكت. طب ممكن نطلع منين يا اخوانا؟ الو ايه يا رجالة سبحان الله العريس. الو هل في اي حتة ممكن نطلع منها هنا؟ ويت 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 ايه ده؟ لا بس عايز اقول لكم ان الجرافيكس لطيف قوي يعني من 2013 يعني سبع سنين تحس ان اللعبة يعني الجرافيكس ده يمشي مع الحاجات اللي موجودة دلوقتي. ايه القلش ده؟ ماشي الدور از لوكت مكان ايه يعمل قلش ده؟ ما من شوية قال لك الباب كان مقفول. اوكي في درون طاير مع نفسه كده بيقول لك تتبعه. ايه يا رجالة؟ صباح السجون يا ابو عمو. لا انت هتقول لي بقى واقول لك وبتاع ولا يا جماعة الفايت جامد جدا. ايه لا تعالى نحط تاني نحط تاني. الفينش بقى الفينش بقى. اوكي This gate is blocking my way. I need to grapple up and over it quickly. نجرابل. اوكي جامد جدا اللعبة جامدة جدا. لا هو عامل لك الموضوع تحس ان انت في فيلم بس انت اللي بتعمل كنترول على الموضوع بس مش اكتر. ايه ده؟ ده اللي هو الراجل السحليه اللي كان موجود مش ده اللي هو الليزرد مان تقريبا اللي هو اصلا كان موجود في اميزنج سبايدر مان 1 تقريبا او 2 ايهما اقرب. فينش بقى الفينش بقى. بعدك الواد ريح تريحه عنب. عنيف قوي. بقول لك اكتب اكتيفيت فيجن. اوكي ماشي سيلكت 1. ده ايه ده؟ اوكي يعني انا ضربت البتاعه دي على اساس ان انا افتح الباب. ماشي اوكي يعني انا بعمل اللي هو حاجه كده زي اللي هي كانت في اساسن كريد عارف اللي هو بيديك هينتس كده للاماكن اللي انت ممكن تخرج منها. لا استنى استنى بقى عيب بقى عيب بقى. ويت اجري ودي زحليقه. ايه يا رجاله صباح الفل يا ريس. انا حاطط له متفجرات تقريبا. ماتوا؟ اوكي ولا ولا ايه ده؟ ايه القلش ده؟ بقول لك تام. اوكي دوس تاب عشان نشوف الكاركترات اللي فتحت. في كاركترات اتفتحت؟ مش معلي. لا بس اللعبه فعلا يعني عنيفه يا جدعان. ايه القلش ده؟ هل ينفع ندخل من هنا ولا اي حاجه؟ الباب ده مقفول. ويت احنا كنا بنسجل اصلا؟ بنسجل ايه القلش ده؟ طب عايزين نخرج من هذه المنطقة. اوكي. اوكي. That area of the floor is weak.
I can use my explosive gel to break through. والنبي نفجر الأرضية عادي بكل حماسي. يلا 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 على خيرة الله. اوكي باتمان رش عرفتها. They say crime doesn't pay. Someone ought to check the good police commissioners. اهو بلاك ماسك اهو يا جدعان. What have I got to show? My own men and the slammer? Not no more. No, tonight we're making some changes. Some big changes. ده الرئيس بتاع السجن تقريبا. You're a dead man walking, Lob. That's right. He's gonna kill Lob tonight. About time, Lob. حياتي اللوب يا عم الراجل بتاع السجن تقريبا. اوكي تقريبا احنا ممكن نخرج من هنا. اديها 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 اديها. لاري برنس برنس. تقريبا اللعبة دي لعبتها زمان من 5 سنين تقريبا تقريبا بس ما كملتش الموضوع بس كان زمان قوي لان في حاجات انا فاكر منها شوية حاجات. خرب بيتك ولا قبة 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 هات الفينش ده. Finish. برنس. يعني عايزين نعدي لهذا النجم. ولا افتح الباب يا هو. اوكي مش عايز اروح. تقريبا بنخرج من هنا. اهي. بقول لك 2. والنبي. بقول لك دوس 2 عشان نشيل البتاعة دي. اوكي سبيس. وبز. هنفجر تاني تقريبا هنفجر البتاعة دي. تعمل ايه؟ في شقلبازات كده عمالة بتحصل بس اللعبة ممتعة جدا. فكرني عارف انت هي تقريبا الفترة دي اللي كان فيها ماكس مين. لا ماكس مين كان بعيدة شوية ما كانتش في الفترة دي. انا تقريبا حطيت المتفجرات دي في الارض كمان حطيتها على الحيطة وعلى الارض. في قلش عمال بيحصل. الراجل رايح. وانا قايل لك يا اسطى افتح لي الباب انت ليه كده. بس اوه 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 اوكي 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 تقريبا هنفتح الباب ده بطريقه لطيفه جدا. هندوس على البتاعه بتاعت اللي بنرميها دي مرتين. اوكي انا افتكرت. عيب عليك ايزي. تقريبا نفس الحكايه. لا كنا هنعمل ايه. اوكي اي حاجه فيها البتاعه دي بس البتاعه بتاعت البايب دي تمام او الانابيب دي على طول تسحبها باي حاجه. ايه ده هو ايه ده هيئه الراجل اللي هو الكابتن لو ده ولا الراجل اسمه الكوميشنر جو ده ولا اخوانا. قالوا انت بستنى يا اسطى. لا اله الا الله. Haven't I always come through for you? You may have, Lillian, but things have changed. We're starting with a clean slate, and you're not on it. What's all this about, Sionis? ولا! Haven't I always come through for you? The police commissioner! لا حول ولا قوة إلا بالله. Show's over, boys. طب وده ذنبه ايه طيب؟ وده ذنبه ايه الراجل الراجل اللي معاه ده؟ اوكي هنفجر الازاز تقريبا صح؟ لا مش هنفجر الازاز اوكي ويت 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 دبليو اوكي دخول حماسي مش هنفجره. قال لك دبليو سبيس مع بعض. لا اله الا الله. لا ايه ثبات.
ولا الراجل ده معاه ارمر. لا عيب بقى عيب بقى عيب بقى الراجل ده معاه ارمر لازم ادوخه كده وبعدين اديله كده. لا بقى بس بقى عشان وانا سكت لك لازم ادوخه عشان فينش بقى. اوكي فينش بقى ولا تخرب بيتك. اوكي اللعبه عظيمه. انا عايز اقول لكم ان اللعبه دي هي تمنها دلوقتي على ستيم 20 دولار بس ممكن تلاقيها على جي تو اي ب 10 دولار تقريبا حاجه زي كده. انا يعني جبتها من على جي تو اي فانا هسيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن عشان انت لو انت حابب ان انتوا تجيبوها يعني. فهتلاقوا الموضوع ظريف هتلاقوا فيها العاب رخيصه كتيره جدا فعلى جي تو اي. ايه يلا لا اله الا الله. ده الميموري كارد. اوكي هنجرب الهوك يا ابو عم. اوكي بقول لك ان هي الميموري كارد معمول لها دامج فلما هيروح الكيف بتاعه تمام هيصلحها وممكن يطلع من عليها شويه داتا. او باز يا ابو عمو بلاك ماسك بيهرب. المزيكا تحس انها فيها شبه من باتمان ذا دارك نايت تقريبا. وكمان عشان تقريبا في الفتره دي برضك كان ذا دارك نايت كانت موجود او الفيلم نفسه كان بيتعمل في الوقت ده تقريبا لان هي السلسله نفسها تقريبا الجزء الثاني كان فين في 2011 باين. او باظ انا وداني باظت. ده ايه الضحكه دي ولا خرب بيتك. يا ابني انت بتتكلم في ايه؟ الله عليك اديله فينش بقى. يخرب بيتك سيب الله يخرب بيتك. انا وراك يعني. يخرب بيتك ايه هو بيضحك كده ليه؟ ولا اسبيس يابا يخرب بيت بقك. يلا الله عليك برنس خربت الفايت يا اسطى. الو ايه علي يا مجنون يخرب بيت الطيارات. هو بيحذف البتاع فين؟ يا نهار ابيض. يا نهار ابيض موت ده اموت بقى. انت ايه اللي دخلك انت في النص؟ يخرب بيت العنف ولا تاني يا لهوي يخرب بيت العضه يا عم. بس بقى يا اسطى بقى خلاص بقى انا بريح بقى. الله عليك hold it like that.
الله عليك ضربناه. نايس يس. فين يا بلاك مان؟ يا بلاك مان ايه؟ فين بلاك ماسك؟ يلا الله يخرب بيتك. هيدوه في البتاعة في المية ولا ايه؟ ريح بقى. او كوميشنر مش عارف مين. اهرب يا ابو عمو. Not tonight يا جدعان. هاي اللعبة اللعبة عظيمة اوي. انا ودني باظت. انا ودني باظت. انا بقول له انت ده اللي انت كنت عمالي بتقول عليه ان مفيش باتمان؟ انت بتقلش يا ابو عمو. ايه معناها هي؟ رجعنا. اوكي هو تقريبا معاه اللي هو الكارت بتاعه تقريبا. معاه الكارت اللي هو الميموري كارد تقريبا اللي هي كان لقاها. Assassins, sir, as in more than one. That's right. And you heard this from the mouth of a crocodile man. His name is Killer Croc. He's already behind bars. Killer Croc? Okay, هو ما ماتش أصلاً الراجل ده. ده المفروض إنه هو في السجن. Each of them gets one of these envelopes. I need them delivered tonight. They're all hired killers, the best in the business. Black Mask isn't messing around. Alright, okay, then. ده بلاك ده الناس اللي هم اصلا بلاك ماسك اصلا عينهم. ايه الناس دي؟ ده اللي احنا المفروض هنقابلهم بعد كده. AKA Firefly burns on 90% of his body. His obsession is going to be his end. ده ايه الدبانة دي؟ ده فاير وحاجات. Here's a face I don't recognize. Copperhead. Strange. His reports reference a male, not a female. 14 escapes, huh? ما علينا. What the الله. ده ايه العنف ده؟ فلويد لوتن AKA ديد شوت. Says here he's an expert. ديد شوت. How on earth? Suspected of many assassinations. Dangerous but reckless. Street tough named Lester Baczynski. يا عم الناس دي. Electrocutioner. Shocking. ده المفروض تقريبا هي دي الناس اللي هنقابلهم تقريبا. قبل ما نقابل البلاك ماسك. ده ايه العنف ده؟ وان نايت تو كيل. مين النه؟ مين النجم ده؟ مين النجم ده؟ As a hired killer. Is that Warden Joseph? Must be how Black Mask got inside the prison. He uses torture for intimidation and entertainment. Eight assassins after your head. What are you going to do? I'm going to find out who is operating this drone. Make them tell me what they know. Then I'm going to find Black Mask. Okay, يعني كل الاساسين دول او القاتل دول المفروض ان هم بيدوروا عليه. هو اللي هيعمله ان هو هيحاول ان هو يوصل للدرون دوت يشوف مين اللي بيستخدمه فيعرف يبدا يعرف بقى هم فين. ده اللي انا فهمته تقريبا. Those assassins will all fail their mandate if you just spend the evening here. They'll put innocence in danger to attract my attention. I can't take that risk. And you think it's a better idea to just put yourself in their crosshairs? There's only one person in Gotham who can get his hands on something like this. The Penguin. He's been tracking Black Mask. Its next waypoint was a rendezvous with Penguin's men at Jezebel. Okay, يعني المفروض ان هو هيروح اللي هو البينجوين دوت
هو ده اللي الوحيد اللي يقدر يوصل للبلاك ماسك، او تقريبا هو اللي هيعمل موضوع الدرون تقريبا. ماشي بصوا احنا هنقف لحد هنا، ان واضح ان في قصص تانية المفروض انها هتحصل. المفروض ان هو هيروح لبنجمن دوت، تمام، هنعمل انتريجيشن ليه عشان نعرف نوصل للبلاك ماسك او الناس بقى اللي هي معاه. فعملا يعني اللعبه عظيمه، يخرب بيت القلش. ايه ده، في ايه؟ بصوا انتوا اللي هتقولوا عامه اذا كنا ممكن نكملها ولا لا. عايزين نكمل في القصه دي، يعني لو انتوا عايزين نكمل فيها خلوني بس اقول لكم حاجه ظريفه كده، عشان بس ده اللي بيخلينا ممكن ساعات ما بكملش الستوري والحاجات دي، عشان ما بلاقيش ساعات اوقات منكم تفاعل بعد كده لما باجي انزل فيديو تاني ليها. يعني فانتوا لو عايزين ان انا اكمل دي اعملوا لايك للفيديو دوت، يعني خلونا نوصل مثلا 10000 لايك، تمام، بحيث ان انا اعرف منكم اذا كنا هل في ناس هتتفاعل معاه ولا لا. بس ادي الحكايه. فعمدا يا رب يعني يا رب كنت عجبكم الفيديو، حابين نشوف فيديوهات تانيه من العاب مختلفه او من فقره ذكريات او من باتمان، تمام، اتاكدوا تعملوا لايك وسبسكرايب واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. محدش هيعمل لنا سوان بيك. اوه يا معلم، ده بقى مش هيعمل لنا سوان بيك، يخرب بيت القلش. ايه يا رجاله، صباح الفل يا ريس. ايه ده، ما ينفعش نخش من هنا؟ لا اله الا الله، انا مش فاهم النبي يا عم. Loading new mag. ننزل يا اسطى. One up, four remaining. Oh, بني كلتش. جيتش تقريبا. هل المشكلة لما تيجي تلعب بقى المابا بعد ما تعمل لها ريميك، مين يودي على فين؟